مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة أكسترا نيوز، والبداية مع الزميل كريم حاتم. إليك كريم. أهلا بك دريم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعادت مدن شمال سيناء رونقها وأصبحت آمنة، وعادت الحياة لطبيعتها لا تختلف عن أي مدن بمحافظات الجمهورية، بالتزامن مع إقامة مئات المشروعات القومية بالمحافظة. هي مدن محافظة شمال سيناء قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة، وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة: تنمية زراعية، تنمية صناعية وتعدينية، تنمية ودي المهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية، حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش. ميناء العريش طور تطوير شامل لخدمة أهالي شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها، اللي هي في الشمال في 3 مواني وفي الجنوب 3 مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا. قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور المينا بشكل قوي جدا. بناء على توجيهات الدولة ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء ولجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد ميناء على البحر الابيض المتوسط. ميناء العريش ليها مميزات، بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وان شاء الله باذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر ان شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية احدى المشروعات التي ادخلت الفرحة على قلوب الطلاب من ابناء سيناء. هذه ملحمة الانتصار، مرحمة العبور، مرحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا إنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بئر العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا، وكل الناس فيها بخير، والوضع الأمني فيها كويس جدا، ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد بمدينة العريش أحد نماذجها. احنا النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش، وبيتميز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا جامعة سيناء. المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وأيضا رفح حوالي 621 عمارة سكنية في رفح الجديدة، وأيضا المنازل البدوية برضو جهاز تعمير سيناء لنا شرف العمل في المنازل البدوية، لأن طبعا حضرتك عارف الثقافة البدوية والثقافة السيناوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية. المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية. المحطة دي مبدئياً بتنتج 100,000 متر في المكعب في اليوم مياه، وهي قبل التوسع تبقى 300,000. طبعاً بعد التوسعات دي هتبقى طبعاً أكبر محطة يمكن في الشرق الأوسط يعني، ودي حالة مشكلة كبيرة هنا بالعريش، لأن طبعاً العريش من زمان عارفين فيها مشكلة مياه، يعني مياه ماسكة بتيجي ماكسيموم يومين في الأسبوع.
وعلى مستوى التعليم، شهدت مدن المحافظة افتتاح العديد من المدارس، خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. بالفعل عدد المدارس بيزداد. إحنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات، إحنا بدأنا بمدرسة واحدة، إحنا النهاردة عندنا 10 مدارس من هذه النوعية، وحرص وإصرار الدولة ووزارة التربية والتعليم على توفير كافة أنواع التعليم في المحافظة. المدرسة كويسة والله رفع رأسنا وبتعلمنا كويس، والصراحة أنا فخور إن أنا في المدرسة دي. يعني بيعملونا حلو وما شاء الله على مدرسنا بيشرحوا لنا كل حاجة. بنقدم المنهج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هم تقدر توصل ليهم. المدرسة مهتمية بينا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس، بيدونا موسيقى، بيدونا رسم، بيعلمونا على الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، ما فيش أي مشاكل من أي نوع يعني. ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده، وعرض المواد التعليمية عليها. وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير، حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. طبعا في حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام، والحمد لله احنا قد المسؤولية بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة. لكن إنشاء كلية الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا، هتبقى أفضل كتير يعني إن شاء الله. لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى اللي ما شاء الله يعني بآجي كل يعني الحمد لله دكاترة حرام كله يعني مستوى يعني فرقت بين الأول والحين بصراحة كله الحمد لله زي العسل. وهكذا عادت الحياة إلى مدن محافظة شمال سيناء آمنة مطمئنة. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا، وبقينا زي كل المحافظات. الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص، والأمن والأمان أحسن من الأول كمان يعني. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل بتشاهد قبل ما انزل، عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. الوضع الأمن مية مية وفيش أي حاجة، احنا في وضع أحسن كتير من سن فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروز، أرض المعادن والكنوز. سيناء منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 827 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 91 طنا، وفي مجالي حجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الشعير والأبيض تم ضبط أكثر من 636 طنا. أما في مجالي حجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية فقد تم ضبط قرابة 52 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية
تم ضبط أكثر من 27 طناً. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت، كما تم ضبط 988 قضية من بينها 219 قضية خبز ناقص الوزن و 273 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مجال قضايا المخابز. قالت مسؤولة سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن الاتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي بات في متناول اليد. وأوضح المسؤول الأوروبي لدى وصولها لاجتماع وزراء الطاقة في دول الاتحاد ببروكسل أن ذلك يتطلب رغبة قوية في التوافق من قبل الجميع. من جانبها أكدت الخارجية الروسية أن مساعي الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز تتعارض مع قوانين الأسواق، كما أنها ستؤدي إلى تدهورها. هذا وحذر مسؤول بالخارجية الروسية من أن مثل هذه المبادرات تزعزع استقرار الأسواق وتزيد من مستوى عدم اليقين. هذا وتدرس دول الاتحاد الأوروبي مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز من دون المستويات المقترحة، وذلك قبل اجتماع مقرر اليوم لوزراء الطاقة في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء. وأشارت وكالة رويترز إلى أن دول الاتحاد تؤكد أن الحد الأقصى يجب أن يكون من دون 200 يورو حتى ينجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين. عن الوضع الميداني، أعلنت أوكرانيا عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية. هذا وأحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة. وأوضح حاكم كييف أن القصف أسفر عن تدمير عدد من البنى التحتية الحيوية دون سقوط أي ضحايا، مضيفا أن الفنيين يحاولون المحافظة على ثبات إمدادات الكهرباء والتدفئة. من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمال أن الشركات الأوكرانية استوردت 500 ألف مولد طاقة منخفض القدرة، لكن من الضروري استيراد نحو 17 ألف مولد صناعي قوي لاجتياز فصل الشتاء. وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن أمله في تلبية جزء من الطلب بمساندة من الدول الشريكة لبلاده. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة. وفي كلمة له بالفيديو أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة. جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو، إلى جانب توقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا.
يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة العاصمة مينسك اليوم لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأكد الكريملين في بيان أن المفاوضات ستركز على القضايا الرئيسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو، ولا سيما التكامل في إطار الاتحاد الروسي البيلاروسي. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال اجتماع في لاتفيا للدول الأعضاء في تحالف قوة الاستطلاع المشتركة جيف. وقال بيان صادر عن مكتب سوناك أنه سيدعو دول التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال عام 2023، كما سيعلن عن تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 304 ملايين دولار. غادرت ثلاث نقلات بضائع سائبة محملة بالذرة والقمح والزيت النباتي مواني أوكرانيا أمس الأحد. وقال مركز التنسيق المشترك إن إجمالي البضائع تبلغ 54,464 طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود، مشيرا إلى أن الحبوب التي تصل إلى وجهتها قد تخضع لعملية معالجة وقد يتم شحنها إلى دول أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وبكين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 21 و 27 من ديسمبر الجاري. وأضافت الدفاع الروسية أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقية، مؤكدة أن الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أبحرت داخل المياه الإقليمية لليابان قبالة محافظة كاغوشيما، وذلك لنحو 3.5 ساعات في وقت مبكر من صباح اليوم. وتعد هذه المرة الخامسة هذا العام التي يتم فيها تأكيد دخول سفينة مسح صينية المياه الإقليمية لليابان. وقد أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها بشأن هذه المسألة للصين عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت الحكومة الأسترالية أن وزيرة الخارجية بيني وونغ ستتوجه إلى الصين يوم الثلاثاء في أول زيارة من نوعها منذ 4 سنوات. تأتي زيارة وزيرة الخارجية الأسترالية بمناسبة الذكرى 50 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. من جانبه أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تسعى لإرساء علاقات مستقرة مع بكين. قال رئيس الوزراء الياباني فومايو كاشيدا إن بلاده ستدعم انضمام الاتحاد الإفريقي إلى منتدى مجموعة 20. وأكد كاشيدا أن انضمام الاتحاد الإفريقي للمجموعة أمر مهم بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي. حذرت كوريا الجنوبية واليابان بالرد بحزم على أي استفزاز إضافي لكوريا الشمالية على الرغم من التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي. وأكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن البلدين يواصلان التشاورات على الوثيقة على كافة المستويات بشأن القضية النووية والصاروخية لبيونغ يانغ. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة وصفتها بالمهمة لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل عام 2023. وأوضحت وسائل أعلام كوريا أن الاختبار تم في محطة سوهاي الفضائية بهدف تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية ونظام نقل البيانات.
أعلنت كوريا الجنوبية أنها أكملت بنجاح مشروعاً لتطوير صاروخ موجه جو أرض سيتم تركيبه على طائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة محلية الصنع. وأفادت وكالة شراء الأسلحة بكوريا الجنوبية بأن الصاروخ مزود بقدرات تمكنه من توجيه نفسه حتى الهدف دون إجراء من قبل المشغل بمجرد إطلاقه، مؤكدة أنها تدرس إمكانية تعديل الصاروخ لنسخة أرض يتم تثبيتها على دبابات قتالية ومدرعات ومنصات أرضية أخرى. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى حاملة الطائرات شارل ديغول للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية. وأشار الإليزي إلى أن ماكرون سيؤكد لبحارة حاملة الطائرات ثقته ودعمه للقوات المسلحة. كان ماكرون قد احتفل بعيد الميلاد في السنوات الماضية مع القوات المنتشرة في إفريقيا، لكنه تخلف في العامين الماضيين عن هذا التقليد بسبب انتشار وباء كورونا. ولازلنا في الشأن الفرنسي، حيث أعلن وزير الصحة الفرنسي فرانسوا براون أنه من المستبعد في المرحلة الراهنة فرض ارتداء الكمامة في البلاد. وقال براون أنه حتى في حالة عدم وجود حالة طوارئ صحية فإنه يمكن لرئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن إصدار مرسوم بفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، وذلك وفقا للتطور الوضع الوبائي في فرنسا، داعيا إلى اليقظة فيما يتعلق بتطور هذا الوضع مع اقتراب احتفالات نهاية العام. ذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا أمس الأحد، مقارنة مع عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق، مع رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى أكثر من 5000 حالة. وسجلت الصين 1995 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، مقارنة مع 2097 إصابة في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 380,000 حالة. الانتشار السريع لإصابات فيروس كورونا في الصين يثير مخاوف محلية ودولية بعد تخلي بكين عن سياسة تصفير الإصابات ورفعها القيود مطلع الشهر الحالي. وفيما اعترفت السلطات بأنه من المستحيل إحصاء عدد الحالة الجديدة، توقعت دراسة من معهد القياسات الصحية والتقييم أن يؤدي رفع القيود إلى انفجار في عدد الإصابات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل. ورفعت الصين هذا الشهر بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 في العالم، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يتضاعف تفشي الفيروس خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل. كما دعت الهيئة المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 الحكومات المحلية إلى زيادة المراقبة والرعاية الطبية للعائدين إلى عائلاتهم في المناطق الريفية مع اقتراب العام الصيني الجديد في يناير، حيث يتسبب هذا الحدث بأكبر حركة انتقال في العالم، كما تشير التوقعات إلى زيادة الرحلات هذا العام بعد رفع القيود المفروضة على السفر بين المقاطعات.
في السياق قررت مدينة شنغهاي إغلاق معظم المدارس مرة أخرى في عودة إلى أحد أكثر الإجراءات صرامة لاحتواء كورونا، ودعت هيئة التعليم في أكبر مدينة صينية الطلاب في جميع الفصول الدراسية فيما عدا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إلى مواصلة الدراسة في المنزل بدءا من الأسبوع المقبل. وإلى النرويج، حيث قالت العائلة المالكة في النرويج إن الملك هارولد الخامس دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى، مضيفة أنه يعالج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد. هذا وأكدت العائلة المالكة النرويجية أن حالة الملك مستقرة. نشر الجيش التايلاندي سفنا حربية وطائرات هليكوبتر في محاولة لتحديد مكان 33 من مشاة البحرية في إعداد المفقودين بعد غرق سفينتهم في مياه خليج تايلاند. وبحسب سلاح البحرية فقد تم إنقاذ 73 من أصل 106 أشخاص كانوا على متن السفينة المنكوبة التي واجهت عطلا في المحرك وغرقت قبل منتصف الليل بقليل على بعد نحو 20 ميلا بحريا قبالة الساحل. أما في كندا فأعلنت الشرطة مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر في إطلاق نار بضواحي تورونتو شرقي كندا. هذا وأوضح قائد الشرطة أن المشتبه به لقي مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار قد وقع في مبنى سكني. أصيب نحو 36 شخصا بجروح من بينهم 11 في حالة خطيرة إثر تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة. وأشارت شركة الطيران الأمريكية إلى توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم لدى هبوط الطائرة بأمان في مطار الولاية، بينما تم نقل البعض إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية. أنقذت البحرية السريلانكية مواطنين من أقلية الروهينجا كانوا قد هربوا من الساحل الشمالي لجزيرة المحيط الهندي. وقالت البحرية السريلانكية في بيان إنه قد تم العثور على أكثر من 100 شخص من ميانمار على متن سفينة صيد صغيرة يشتبه في أنها من ميانمار، موضحا أنها كانت متوجهة إلى إندونيسيا عندما واجهت مشكلة في محركها. قالت منصة تويتر إنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين. وذكر حساب دعم تويتر في تغريدة أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، بينما سيسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات. أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لإصلاح كبير في سوق الكربون في الكتلة كجزء من طموحها لخفض الانبعاثات والاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ.
في خطوة على طريق إنقاذ الكوكب، توصل مفاوض الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لإصلاح سوق الكربون بالتكتل. الاتفاق الأوروبي يهدف إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب، وتسهم في فرض تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أكسيد الكربون عند استخدام الوقود في المباني والنقل البري. وبموجب الاتفاق، سيشهد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات بنسبة 62% مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي بيتر ليز شدد على ضرورة خفض تلك الانبعاثات قبل عام 2027، معربا عن أمله في أن يؤدي اقتراب هذا الموعد النهائي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء. خطة الاتحاد الأوروبي تتضمن إلغاء 90 مليون تصريح للعمل بثاني أكسيد الكربون من النظام بحلول عام 2024 و27 مليونا في عام 2026. وفي السياق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق سوق جديدة للكربون تغطي موردي الوقود الذي يتسبب في تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات بحلول عام 2027. توازياً مع ذلك، سيطلق الاتحاد الأوروبي صندوقاً بقيمة تتخطى 86 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون، وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة أو في المركبات الكهربائية. فيما يعد الاتفاق الأوروبي على إصلاح سوق الكربون جزءاً رئيسياً من خطة المناخ الأوروبية. أعلن مطار فرانكفورت الدولي عن إلغاء عدة رحلات بسبب تساقط الجليد، وقالت المتحدثة باسم المطار إن عمليات الطيران لم تتوقف تماماً، موضحة أن هناك تقييدا في العمليات يقضي بعدم تسيير سوى عدد معين من الطائرات. تعرضت النمسا إلى موجة حادة من الثلوج والصقيع، حيث هبطت درجات الحرارة إلى 24 درجة تحت الصفر في بعض المناطق. كما بدأت الأجهزة المحلية في مختلف البلدات تكثيف جهود إزاحة الجليد والذي ارتفع لأكثر من متر في بعض المناطق، كما تسبب في إغلاق العديد من الشوارع والممرات. هذا وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية أن يكون الطقس أكثر دفئا خلال الأيام المقبلة. غطت سحابة كثيفة من الضباب الدخاني العاصمة الهندية نيودالي في الوقت الذي يتفاقم فيه تلوث الهواء مع دخول فصل الشتاء، ويعاني سكان أكثر عواصم العالم تلوثا من عدم التنفس بيسر في كل شتاء، إذ تتسبب درجات الحرارة المنخفضة والرياح في احتجاز الملوثات بالقرب من الأرض. في الشأن المحلي، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين. هذا وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها مع استمرار ملكيتها للدولة. We'll be right back.
رياضيا، توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الفرنسي حامل لقب البطولة في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. النجم والساحر ليونيل ميسي تقدم للتانجو في الدقيقة 23 عبر ضربة جزاء، ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم سجل النجم كيليان امبابي هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و81، ثم انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي مجددا هدف التقدم للتانجو قبل أن يسجل امبابي هدف التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها ميسي ورفقاؤه. هذا وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات حاشدة في الشوارع والميادين، وذلك بعد تتويج التانجو بلقب مونديال قطر 2022 عن طريق الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية. خرج الآلاف إلى الشوارع احتفالا باللقب الثالث في تاريخ الأرجنتين. هذا واحتفل منتخب الأرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه على متن حافلة مكشوفة جابت منطقة درب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، واحتشدت جماهير الأرجنتين حول الحافلة للاحتفال مع ميسي وزملائه، كما انطلقت الألعاب النارية في سماء لوسيل احتفالا بتتويج الأرجنتين بالمونديال. شهد مونديال قطر 2022 تألقا مبهرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال مشوار البطولة، نتابع المزيد من خلال هذا العرض. تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواصلة اللعب لمنتخب بلاده بعد الفوز بكأس العالم، وقال ميسي أنه سيواصل خوض مباريات مع المنتخب، موضحا أنه يريد الاستمرار في خوض بضع مباريات أخرى كبطل للعالم.
استهل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بهزيمة مفاجئة أمام السعودية، ثم عاد تانجو بقوة وفاز في جميع مبارياته حتى توج باللقب الثالث في تاريخه. المزيد في سياق هذا العرض. أشاد النقاد بأداء ماليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين في المونديال، والذي لعب دورا مهما في حصول المنتخب اللاتيني على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وتألق الحارس صاحب 30 عاما خلال مشوار المونديال، لا سيما في تصديه لضربات الترجيح. للمرة الثالثة في تاريخه توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022 بفوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح. المباراة النهائية المثيرة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث تقدم النجم ليونيل ميسي للتانجو في الدقيقة 23 عبر ضربة جزاء، ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم سجل النجم مبابي هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و81، ثم انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي مجددا هدف التقدم للتانجو قبل أن يسجل مبابي هدف التعادل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها ميسي ورفقائه. التانجو بدأ مشواره في المونديال بخسارة مفاجئة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، ثم عادوا بقوة وفازوا بلقاءين متتاليين في دور المجموعات على حساب المكسيك وبولندا، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة ويتأهل إلى دور 16. في دور 16 نجحت الأرجنتين في الفوز على أستراليا بهدفين لهدف لتتأهل لمواجهة هولندا في ربع النهائي والفوز عليها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق. وفي قبل النهائي فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة في مباراة قدم خلالها التانجو أداء رائعا وتفوق على وصيف مونديال 2018. للأرجنتين تاريخ كبير في بطولات كأس العالم، حيث فازت قبل لقبها الثالث في قطر بلقبي نسختي 1978 في الأرجنتين وفي المكسيك عام 1986 بقيادة الأسطورة مارادونا، كما خسرت النهائي في ثلاث مناسبات في أعوام 1930 و1990 و2014. هنأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هنأ المنتخب الأرجنتيني بالفوز ببطولة كأس العالم، كما أشاد ماكرون في تصريحات من ملعب لوسيل بأداء المنتخب الفرنسي خلال المونديال،
مشيرا إلى أنه قدم أداء مشرفا وقتاليا خلال بطولة كأس العالم، مضيفا أن المنتخب الفرنسي أذهل المشجعين في كل أنحاء العالم. أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن حزنه لخسارة لقب كأس العالم، مؤكدا أن الأرجنتين منتخب عنيد. وبدأ البطولة بالخسارة أمام السعودية، ثم واصل مشواره بمسيرة قوية حتى حقق اللقب. ونوه ديشامب بأن منتخب فرنسا لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيله في الاستحقاقات القادمة. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا معكم دارين مصطفى وكريم حاتم، إلى اللقاء.